Oi! واشنطن باجاج كله هنا كاين وصل كله الحمد لله باجاج هنا كلشي وصل السلام عليكم الحمد لله اذا صافي خرجت اجراء واحد اللي بقى هو انني نخرج نشوف المرشد او المرشده اللي غادي تسقفني باش يديني للمطير امريكا So you live in the DC? No, I live in Virginia. You live in Virginia? الحمد لله انا دابا وصلت ولله الحمد عمو جلال هو لقيت في الاستقبال ديالي هو مصر الجنسيه الحمد لله كلشي الامور شتو ديك لاكو اللي كانت تبارك الله الصيره تدزنا منه ولكن تبارك الله هني 3 سوايع وحنا لداخل باش نوصلوا للديوان باش ندوزو الحاجه الزوينه هو ان الباكاج كله جا انا كان عندي تخوف ان ما يكونش الباكاج نوصل انا والباكاج يبقى حتى يجي ولكن الحمد لله الباكاج ديالي كلشي كاين معايا وعمو جلال هو اللي في الاستقبال ديالي هو اللي غادي يبقى معايا هاد الايام هذه كلها الحمد لله احنا دابا فيها احنا يا غاديين باش نمشيو للوطيل بان شاء الله ونستريح ان شاء الله اي اغوبخوندغ عاود تاني اون اوتخ فوا تحيه لكل المصريين الاصدقاء والاحباب المصريين ومن خلالكم اكبر تحيه لعمو جلال اللي معايا الله يخليك الى قلت مرا الصحراء كبرى مرا مرا وقتا مرا مرا وقتا لازم حدودك تفصح شتاك مرا مرا وقتا ولاد بنت مرا بالصحرا كبرى مرا مرا وقتا مرا مرا وقتا قدام جدودك لازم حدودك تفصح شتاك مرا مرا وقتا مهمك القيل والقال اللقمه تجيبيها حلال ليوم انت ورجال اكتف راها مقادة مرا وقادة حاضرة وفي كل مجال عندك شلة ما يتقال سيري هكدا مازال وكيف جبال خادة مرا مرا وقادة إلا قلت مرا بالصحرا كي مرا 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 وقادة مرا مرا وقادة قدام جدودك لازم حدودك تفصح شادة تساوي قنطار قلبك صافي بالنار دراعك ماضي منشار ونفسك ما هي بادا مرا مرا وقادا إلا قلت مرا بالصحرا كي مرا 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 وقادا مرا مرا وقادا قدام جدودك لازم حدودك تفصح شتا مرا مرا وقادا وإلا قلت مرا بالصحرا كي مرا Yeah.
there is the Watergate building. يعملوا لها الترميم بيرمموها بايدي مبنى انا وصلت هذا لوطيل فاش غادي ينزل ان شاء الله باذن الله. اذا انا في واشنطن، هذا هي الاري اللي غادي نسكن فيها ربع ايام هذه كلها هنايا، ونتمنى انني نرتاح هذا النهار. هذا غادي نرتاح باش غدا نفوندر لو بروغرام ان شاء الله. باقي ما عرفتش شنو غادي يكون، لكن دابا غادي ندخل باش نشوف شنو كيتسنى. إقامتي جميلة جدا، إقامتي تبارك الله ما شاء الله. أنا في واشنطن سيتي، وهذه الإقامة. دابا اللي كيتسناني هو أنني أول حاجة ندير أندوش هنا، الله يجازيكم بخير، ونصلي صلاتي، ونعس، الله يرحم لكم الوالدين. إيا بخير نعود نتلاقى تاني بين ما نشوفه أشنا هو البروغرام. أخليكم معايا، و thank you so much. الاي في ال بي، ودائما ان هذا الشيء راه في اطار هذا البرنامج ديال الاي في ال بي اللي غادي تعرفوا عليه معايا. الحمد لله استرحت، خديت شاور، دوش، صليت وتقبل الله، رتبت حويجاتي، رتبت البيرو، وجدت المسائل ديالي كامله اللي جبت واللي غادي نحتاج هي هذه. هذا مجموعة من الأشياء، فين ما مشيت كانت معايا أشياء اللي كنعرف بها على مدينتي ورزازات، لأنها تجري في دومي في عروقي رغما عني. أشياء اللي ممكن أنني نعرف بها واحد الشق الثقافي والفني المتنوع ديال المغرب. يعني مجموعة من الموسيقى ورزازات بيان سور، مجموعه من الاشياء اللي رمزيه هي اللي كدير على المغرب. وبيان سور زينت البيرو ديالي بالرايه المغربيه، لان كما كنقول كيشرفني انني المغربيه الوحيده المشاركه في هذا المحور هذا الخاص. انا حليت اللي لقيت هذا الظرف هذا كيتسناني في لا ريسبسيون. استرحت واحد شويه وانا نحل، لقيت بان فيه الموضوع اللي غادي نتناولوه، اللي هو هذا هو المحور اللي جاي، انا هو المراه في السياسه والمجتمع المدني والمشروع الاقليمي للشرق الادنى وشمال افريقيا. والتظاهر هي باديه من 5 حتى 23 اغسطس، ومن تنظيم الاف اتش اي 360. وكذلك لقيت في واحد الملف اللي هو هذا، اللي فيه أشياء اللي في الحقيقة البادج وأشياء اللي كتعرف. So their message for the Wabuhu on behalf of FH1360, we are pleased to welcome you to the United States and to the US Department of State sponsored international visitor projects, Women in Politics and Civil Society. This project offers a unique opportunity for you to come forward with your peer and examine women's leadership in political dialogue and social initiative across sectors in the United States. لما الأشياء اللي تيرحبوا بنا تيرحبوا بيا، وكيقولوا لي الأشياء اللي الإطار اللي جا في هذا التظاهرة هذه. التعليمات اكيد هادشي مجموعه من التعليمات وي لا لا بروغرام. اذا التعليمات هادشي مازال ما قريتوش، تعريف على واشنطن،
بروغرام وداكشي مازال ما قريتوش حتى نقراه في الحقيقه عيانه، ولكن خاصني نشوف هادشي قبل ما الناس. وصايبت ليا بيان سور كويس ديال 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 اتاي 24 ساعه من 3 الصباح ديال لو 3 دو توت فاصون من الثمانية ديال نهار لو 2 نهار 2 غشت 2019، وانا في السفر حتى اليوم. دابا راه 4 الصباح، الصباح عندكم في المغرب، هي يلا على ما اظن 5 سوايع بيننا وبينكم، 5 سوايع بين هنايا فاش كاينه وبين المغرب. على العموم دابا 4 الصباح من 8 ديال البارح تل 24 ساعة 24 ساعة ثلاثين ساعة كدا، وثلاثين ساعة نعست فيها 3 سوايع. عاد زيد عليها تبارك الله الإجراء اللي خاص هنايا باش ندوزو في الديوان ديال المطار في فيرجينيا واشنطن. تبارك الله ما شاء الله المطار في فيرجينيا باش ندوزو منه، لا إله إلا الله محمد رسول الله، من إجراءات أمنية هذيك ما عندنا ما نديرو نقبلو بها. على العموم غدا ان شاء الله نشوف انا بعداش هادشي، نشوف هاد البروغرام هذا نفهمو داكشي ونرتاح شويه، نعس ليا شويه قبل ما نوجد لغدا ان شاء الله. وكما كنقول كيشرفني انني المغربيه الوحيده المشاركه في هاد المحور هذا قدام مجموعه من الاشغال اللي خاصني نقوم بها ونرتبها قبل من غدوه باش نتلاقى مع كل شيء. انا في خلال الحديث ديالي مع الأستاذ جلال، أستاذ جلال هو المترجم ديالنا في هذا المحور هذا، هو مصر الأستاذ جلال، قال لي بأن 30 مشاركة فيها مغربية واحدة اللي هي أنا، وفيها ليبية واحدة، وعلى ما أظن مصرية واحدة، والباقي كله دول الخليج، ودول الخليج بكتراجة وعلى شكل مجموعات همايا. على العموم الحمد لله على كل حال، وأنا جد متيقنة ومتأكدة بأن سوف يتم الاستفادة والإفادة في هذا الشأن هذا. ولكم مني تحياتي في دبي.